اليوم جولة ثانية بطولة دراج ريس هني بالكويت، ونبي بس هالمرة بالفلوج هذا نمشي معاكم المشوار من بداية التستينج، شلون التجارب، وضع الحلبة، مضمار، البايت. الناس اللي تحب الدراج ريس راح يستانسون على الفلوج هذا. فاليوم أول يوم تجارب، ومنها إن شاء الله تستفيدون عن الدراج ريس شوية، وإن شاء الله نشوف الناس اللي تحب تشارك بالدراج ريس تزيد. خلكم وياه. يا جماعة أخوي فهد العلاج المدير. أنت المدير بي آي بي ضحنا. المهم عطنا شنو بالكم هالسباق عن السباق اللي قبله، شنو ودكم تعدلون عن السباق اللي قبله؟ طبعا أتمنى أن نسوي سباق أفضل من اللي قبل، لأن الحمد لله أننا نبي نخلص إن شاء الله، يعني ينتهي هذا السباق من غير حوادث، هذا أهم شيء اللي إحنا كلنا نطمح له، وان شاء الله شوي شوي لين خلي الحبيب يبطل من امريكا ويجاب لنا هنا. زين سؤال، وين المدرجات؟ نبي زياده؟ في شهر 6 ان شاء الله. المره اللي فاتت كم واحد يوم؟ على حسب تقريرهم من 8000. 8000 يعني شويه اكثر من القادسيه والعربي. شويه اكثر. شويه. يلا يعطيكم العافيه. موفقين. يلا. يا جماعة أحمد الزعابي هذا يعني صديق الطفولة، أنا مسمي من قدام الدراج ريس. شو الوضع؟ شاتر أقوى شيء. أقوى شيء. ها المهم هاي دراجسر، يعني الاندكس كم؟ 4.5 اندكس، يعني إذا يابوا رقم أسرع من 4.5 ثواني يكون أوت، فلازم يكونوا كونسيستنت بالرياكشن والأمور هذه كلها. الرياكشن هو الطلع الانطلاقة. فأحمد ما شاء الله يعني كينج، الله يوفقك. يلا الحال هني من كبار المنظمين، وهو لاعب بخيل دايما. اتوقع بالدنيا يحب الفورد. هلا بنصير الفورد، فورد الى الابد، فورد حتى النخاع. بس ثلاثي ثلاثي عيال عيالي راح اوصيهم بالفورد عادل، وبيت بدون فورد ما يسوى. ما يسوى صح. حتى ماركيز فيكتوريا حق السايكل ما يسوى، لازم لازم فورد. هذه الحلبة يعني مثل ما تكون ستيكي. لا صدد يا جماعه. المهم فالترك كلها مثل ما تشوفون في شيء اسمه، يحطون اول شيء الربل اللي هو الربر، عقب الربر يرشون شيء اسمه في اتش دي او اللي هو تراك بايت يسمونه. فكل واحد من الناس يعني مثلا الحين الشباب الحين لهم طريقتهم بالخلطات وشلون يسوون التراك، واحنا نحسب التراك بكذا طريقه، اللي هو نركب عليه مثل القطعه اللي هو نشوف التورك مال التراك، ومتى يفسخ من التراك اللي هو يعالج اول شيء، متى يفسخ من التراك عاده 300 تورك 400 500. فالتراك هنا قاعد يوصل 700 ويانا، يعني معناته السيارات اللي هو تاير صغير اللي دراج ريدي اللي يسمونهم الامور هذه راح يحبون التراك هنا، يعني التاير قاعد يتكلب وايد. فهذا شيء حق اهل التار الصغير 28 29 ونص، مو توار البرومو الكبار. لما يجون فئه البرومو يشون اللي هو تار العود، يسوون شغله يسمونها
دراجن ذا تراك اللي هو قاعد يحكون التراك نفسه بال برابر نفسه بتاير مثل ماكينه فيها تاير يرجع لي ورا، فيحكون التراك يشيلون طبقه من العلج اللي هو التراك بايت عشان يقللون البايت في منطقه البدايه عشان السياره ما يحوشها شيء اسمه شيك. الشيك اللي هو تاير يمسك وما يمسك يصير بالنص، فوايد مشكلة عودة على السيارة، تقريبا تكسر السيارة، وفي بعض السواق تتكسر ضروسهم من الشيك اللي يحوشهم. فدايما التراك تاير صغير، تبي البايك او التراك انه يكون يقبض من البداية للنهاية. التاير العود تبي من بداية لغاية 60 قدم اللي هو اول سنسر هنا في الجوبة لونه احمر، هذا 60 قدم يكون البايت بالنص، عقب المنطقة هذه خلاص يكون البايت زايد اللي هو التاير طلع من منطقة الخطر انه هو يسوي شيك، يقدر يحطون الباور اللي يبونه كله داخل 3000 4000 5000 10000 حصان، ما عندك اي مشكلة. الحين قاعد يسوون هني قاعد ينظفون، كان في دهن شوي من سيارة الفاتت فينظفون المضمار يشيلون الدهن. هذه شغلة بالدراج ريس اللي هو مهمة لواحد شلون يقرا التراك. What are you doing this for? Going to dry the racetrack. Get the water out. يحطون لأن في ماي بالتراك فيستعملون دافور ينشفون الماي عقب الغسيل من الدهن اللي قلنا عنه. Got it? حرقة. One of the organizers here, and he's in charge of the lanes. Yep. This is your first time here in Kuwait? First time in Kuwait. What do you think? It's pretty interesting. It's a little different than the States. It's different, yeah. How was the dust yesterday? Whole lot. Whole lot. Okay, the question is, how did you guys remove the dust from the truck? So we had to get a water truck. Tank up. Dump water all down the lane, take the tractor with the brooms and sweep the water. Push everything out. Push everything up. Try to get all the sand and mud together and push to the side to get it out of the way. And how long it took you to do it? 4 or 5 hours, probably a little bit longer. But guys, they came here yesterday. What time you arrived? 4 o'clock? About 4 o'clock, yeah. It's 4 وصلوا. فاليوم 6 o'clock in the morning or 6 الصبح جو هني التراك. They did all the preparation for the guys here to race and have a perfect truck. Thank you guys. Welcome to Kuwait. بس عشان أقول لكم هني منطقة يسمونها البرن أوت بوكس، البرن أوت وين التسخين. المنطقة هذه يحطون فيها ماي، أول ما يتعدى السباق هي هني المنطقة هذه. فلو نشوف هني نشوف كلها بداية التسخين بالمنطقة هذه كلها. فيسخنون يطلعون للإشارة بعد يبتدي السباق. السباق مقسوم قسمين، عندنا القسم الاول اللي هو 200 متر، وعندنا 400 متر حسب الفئات، في فئات 400 في فئات 200. والسنسرات كالتالي: 60 قدم، 330 قدم، 660، 1000 قدم، بعدين 1320 اللي هو 400 متر. تجي تنحسب وبعدين تاخذ سرعتين، في سرعه مالت 200 متر وفي سرعه مالت 400 متر. هذه السنسرات كلها الموجوده بالتراك. هذه منطقة البداية، شلون تنحسب بالسالفة؟ لو تشوفون هني تعالوا معاي، في سنسرات هني موجودة، عندنا 1 2 3. التاير من هي على هذا راح يشب اللمبة الأولى، مثل ما تشوف فوق راح تطيها، مثل اللمبة الأولى تنفع. التاير يحتاج أول ما يغطي الاثنين يشبون اللمبتين مثل ما قاعد أقول لكم. تمام. التاير اول ما يغطي اللمبتين لازم يوقف، من يحرك او بدت القومه نفسها، اول ما يطفون اللمبتين تبتدي تحسب الاشاره. هني بالاشاره زايدين شغله ثانيه اسمها جارد بيم، اللي هو البيم الثالث اللي هناك. ليش؟ ساعات يكون واحد يغش ولا يسوي شيء كذي، ان السياره تعدى بس في شيء مدندل تحتها،
طيح يشابه معناه هو طايف رايح. البيم ذاك اول ما يحوشه سواير ما تعدت من هالمنطقه يعطيه ريد لايت على طول، معناته اوكي تعديت وايد بس الحين ما طفيت البيم. وهذه وظيفه الجارد بيم، عشان كذي اسمها جارد بيم، انه تحمي الواحد عشان ما يصير غلط في الاشاره. Call me today. What did you want to eat? Come on. Come on, they can't hear you. Okay, what is it? What is no, it? No, you tell me. Mortadella. 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 Anthony. Carbo. Mortadella. Anthony. زين. اليوم إن شاء الله ثاني سباق. تجارب يوم الاثنين، ثلاثة، أربعة، خميس كواليفاين، الجمعة السباق إن شاء الله. إن شاء الله. المرة اللي فاتت فزنا السباق، ان شاء الله المرة بعد ان شاء الله نفوز بالسباق ان شاء الله. وانا انصح كل واحد انه يلحق له واحد ذكي نفسه. امانة امانة جدي، هذا انسان وايد ذكي وخلاني يعني قبل كنت اشارك بس شنو اشارك وناس يعني، الحين لا بدينا نصعد السلم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس الحين سؤال، عط الناس شنو خطتها؟ ما احب اتكلم عنها. لا عادي تحكي عادي، ربعنا كلهم. الماكينه طبعا يا جماعه سوى لي اياها ديسوما انتوني سعود، حط الارقام كلمه. سمول بلوك كمي بلوكه؟ 480 كيبك. 480 كيبك. تعتبر ترى بيبي يعني سمول بلوك، تعتبر اصغر ماكينه موجوده. اصغر ماكينه موجوده. برو تشارجر، وان شاء الله فيست نمبر فيست شنو؟ ان شاء الله. فنظام السيارة كحول اللي هو ميثانول يسمونه، يقول كحول اللي تخربطون له هذا، بس عموما ميثانول. ميثانول بخاخات اثنين على كل سلندر الامور هذه. فالسيارة قاعد تطلع تقريبا 3000 هورس باور. الله كريم، نشوف ان شاء الله شو نسوي هالسباق. تابعونا ان شاء الله، تكونوا معنا خطوة خطوة اللي قاعد نسويها، نوريكم كل شيء ان شاء الله. انا قصدي احنا هني من الثلاث. اي شو اسمه؟ ولا قومه؟ كيفنا؟ كهرباء تو واصله. شلون؟ احب كذي؟ لا ما احب كذي. الى الحلبه. فاليوم تيستينج، فبجرب اشياء جديده على السياره. تذكرون اخر سباق فزنا السباق ويبنا 438، خلينا نشوف السباق شو نقدر نسوي. ويعني المفروض ودي ادخلها بال 42 ولا ال 41، بس شوي شوي ما نبي نهوس عليها وايد بسرعه. يلا بالطريق ان شاء الله. هلا هلا. عثمان شلونك؟ تمام. يوم تجهيز، امس سوينا 431 اسرع رقم بالسياره، التست الاول اللي سويناه. فاليوم ان شاء الله نجرب اشياء جديده. ضبط ضبط. حاضرين. هذا امشي على الكهرباء. كنا واقفين هناك الصف الثاني، هناك ما عندنا كهرباء، فاليوم حولنا هني. والشباب تعرف كرفان وحركات ديوانيه مسوين هذه. يا محمد البس تكفى، يا ابو تسابق يا محمد. يلا اوكي، يلا شباب. حاولت
اطلع فيها 60 قوي بس ما اخذتهم. طبعت مرحله ثانيه ان شاء الله بعد ساعه نقوم قومة ثانيه. ها سياره ثانيه سمول بلوك همن ما شفنا على سمول بلوك هالسنه عشان نثبت الباور. باور سوما ريسنج سلمني تدرون فابريكيتر تي دي ار صناعه كويتيه 100% ادعوا لنا بالتوفيق ان شاء الله يا رب. ما اسمع سعود فصل انا ما خاف منك سعود فصل قاعد امدحك وفيصل قاعد امدحك. هذا كامارو شوتتنا. ها كم قاعد تجيب سياره؟ ناين. ها؟ ناين 8 الحين 9 8 على عيارات عادي. ها صراحة وزن جد جد ما شاء الله تستاهلون يا اخي حبيبي. صراحة تراك ممتاز شو نايس واحلى بناسه يعني. جربته ولا بعد؟ للحين ملك ان شاء الله ان شاء الله. شفت سيارته؟ شو اسمها صراحة؟ ملك الصغير ملك ليل كينج ليل كينج الحين ملك الصغير ملك ما يصير يقول انا اليوم. هذه سيارة ان اي ما عليها لا غاز ولا سوبر ولا شيء على الماكينة بس يعني ما شاء الله ارقامها كنا صح كم تجيب 75 اسرع شيء في الماكينه القبليه اللي تعورت 75 اسرع وقت اسرع شيء حق هالسياره كم يابد 750 ف يعني ما شاء الله عليهم ها ترى سمول بلوك يعني محمد بو ناصر تعال نبيك شويه نبيك الديربي الديربي هذا الديربي صاير بين هني وهني بس هني سمول بلوك وهني بيج بلوك. هلا ولد عمي عامر شلونك؟ الله يسلمك محمد سليمان. نعم شلون عندك خطه حق صلاح ولا ما عندك صلاح؟ ما بيله خطه على ماكينه صلاح. ضرب رياكشن ما ضرب رياكشن ما يفيد ما يفيد ها فرامه تفرمه تفرمه بس الحين انا بعطيه السباق عشان قال لي يا الكويت ما في عظم يا اخوي زين جاي الكويت وشي قلت له حاضر عيونك يعني لحظه لحظه تعطي البطولة يعني لا أمل بس يلا يستاهل. احنا احنا ما نبي السنة احنا يعني ضعاف السنة الجاية ان شاء الله بنكون نفس الحجم اثنين ثمتان عمود اخر نداء 90 اندكس اخر نداء لفئه ال 90 اندكس خش جو ها جو ممتاز غيوم بس بدون مطر هذا اهم شيء 100% 9.8 اقول وين الفيديوهات على اليوتيوب نبي فيديوهات الحين خش فيديو ان شاء الله الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه على نظارك الله يوفقك هاي احمد هاي وصلنا وصلنا كايسر بس ماي جود لك حلاوه هاي يعقوب وادي عفوا يعقوب وادي ويا محمد جاكور او ابو سليم ويوسف ناس كاهم جاهزين وفئه 8-0 تخبر بخير سويت امس 7-8 بعدين 7-9 ما شاء الله 17 بي اس اي في عطى شويه بعد فورد 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 عادل سمول عادل لما
كان عندنا تيست امس، فالاولى كانت تيست، الثانيه كواليفاينج. بالتيست جبنا 432، بالكواليفاينج شفطت السياره. فامس انعليت طول الليل قاعد اغير بالسسبنشن مال السياره. بالنسبه لي السوبرا 96، لان ويوسف السياره لازم اخليها تشلف زياده، نبي ارقام جديده. فنعليت شوي بالسسبنشن، بس خلينا نشوف اليوم نبلش. فكواليفاينج عندنا الثانيه اليوم، عقب الكواليفاينج الثانيه عندنا الاليمينيشن التصفيات. فالله كريم، كاس سياره ذهبه، بعد شوي بس ينادونا نروح. شنو عندنا الحين؟ احنا امس شفطنا بالرايد. جمهور كريم، الان الانتقاليه الى البرو سوبر ستريت. تتكلم على العضلات، تتكلم على السرعه، كواليفاينج، تتكلم على الاداء، تتكلم على الازمان. بإذن الله، بإذن الله خذينا النسخة الأولى وراح ناخذ النسخة الثانية. يا ربي لك الحمد إن شاء الله. محمد قاسم عنده تايم طبعاً، ف بانتظار فئة سوبر ستريت، آخر نداء للسوبر ستريت، وكذلك 4-5 إندكس. 4-5 إندكس في الستيجينج. اتوقع انكسر الفلاي ويل، على قولة شيت هابنز، خلينا نبطلها ونشوف. وتورتم 80 وتلوك تايت، نزل الفلاي ويل دقيقة. سكند نايت. علي مرة ثانية مثل ما قلنا الحين، كانت عندنا ثلاث جايز، هو دقيقتين جاهز. صراحة الدين جاهز. آخر نداء 80 آخر نداء 80 من الوقت اللي قلنا لكم عنها 9 ثواني و8 ثواني و4 ثواني ونص و4 ثواني. إذا كسرت هذا الزمن أنت تعتبر خارج السباق. حاليا هي 4 ثواني ونص، اللي هو عبد العزيز صالح ويا أحمد الزعابي. صالح في البركة نفسه؟ إيه نفسه، إيه بس ثمانية. ها هذا 6. شنو كتر؟ في كتر 4-5 إندكس. ثمانية ولا ستة؟ 4 ثواني. يلا يلا، وين الشباب؟ عبد العزيز الصار 4-0 تو ذا تاور. تنيني طبعا موديل 1، هذا اللي راح نشوفه برو موديفاي عندهم، اللي هو السكند كواليفاينج. حريقة حريقة، كان بطلع رجولي. كاري كاري كنتي من المملكة العربية السعودية. سوبر ستريت بايك. بس هذا شوي يمسك طقر. هذا مثل ما تدرون طبق الفلاي ويل
مكسرين، طلعنا هذا طلعنا هذا، باقي الأربعة دول مو راضين يطلعون، فلازم خلاص الكرنك يطلع من السيارة، ما عندنا وقت. ثواني يتم تجهيز المضمار، ثواني نكون معاك لتجهيز المضمار. الله كريم، الجايات إن شاء الله. هذيل الذهب الفضي يصير لون، يقول فلتشر قاعد يكسرهم، أنت الحين قاعد تكسرهم. أتوقع 65 عليهم. ها؟ 65 ال19، هذول جريد بوينت 10.9 قاعدين ينقصون زيد. فما يكفي. كتب الولعة. بعد الحوار اللي صار هذا كله، يعني طلعنا من السباق. فلايفل تكسر. جايات ان شاء الله. ان شاء الله. هيك بلاور بخلي التيربوت يصيحون روحون اندكس. روحون اندكس اليوم. ليش 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 قاعد تظلمون؟ اقول لك الماكينة موجودة بالكراش. ليش قاعد تظلمون تيربوت؟ انا اي شيء ينفخ اي بخلي واحد هير دراير غساله اللي ينفخ هو ماشي وياه خلي التيربوت يروح الاندكس احنا تقول لكم اندكس 50 ولا اندكس 45 تقول لكم سمول بلوك برو تشارجر راح اخلي التيربوت على البيج بلوك كلهم يعتزلون بعدين اصلا سؤال تعال 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 دش 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 بالله دش تعال تصوير تعال تصوير بلوك بلوك تعال هذا مزرت الناس ترى السيارة قمت ثلاث دوسات صح 47 439 438 ثمان سنوات مبطل عرفت وقبل ثمان سنوات ولا واحد فيها ذول تكلموا من يشوفون يسوون كذي كفو بالزهر تعال 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 نادي 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 رابطة في إدارة عرفتها إدارة اللي احترقت عرفتها عرفتها؟ عرفتها اللي احترقت هذا ايه هذا اللي احترقت راح تقول لك سي بي هذا بس احترق شبت راحت لوراك واحد لا تشب انا ريال سمول بلوك برو تشارجر انا علي جاسم السليطين انا علي استناك بيج بلوك انا علي براغي الخراويز ايه نايتروس يا جماعه انا اتوقع تيربو بلور سمول بلوك تيربو بيج بلوك بس هذا غاز بيج بلوك بس هذا عود وايد مو بس بيج بلوك زين وهذا عود ميديوم بس هم عود بيج بلوك هلا اثنين نفس المكاين هاي بون 640 اي كيفكم لا غيرناها 632 الحين بعد اي لو تصير اقل مني كم سمول بلوك هذا قصدكم تقول والله انت ما عليك كيفك انت انت كم كيفك انت 460 صارت شويه لخبطه معاي بعد على موضوع امس الاربعاء كان المفروض امس تست ما كان كواليفاينج ان المفروض اللي عارفه ان امس عندنا تيستينج واليوم ثلاث كواليفاينج او ان اليوم ثنتين كواليفاينج باتشر واحده يعني هذا اللي نعرفه فصار امس قالوا لنا لا مو ثنتين تست واحده منهم تست واحده منهم كواليفاينج بس ما كنت ادري بالموضوع هذا فجينا بالدوسة الأولى أمس يبنى 4.32 تمام قلت يلا تمام رقمنا زين رحت وأنا راجع العربان شي يقول له هذه مو كواليفاينج هذه تيست رن أوكي ما يخالف يلا الكواليفاينج اللي عقبها تمام شو تسوي سعود ما راح يجي شيء سيارة زينة تمام تمام و جينا قمنا بالحارة اليسار سيارة شيء غريب صار شفطت أول مرة بحياتها هالسيارة شفط وقت سباق لحظة يعني عادة تشفط لما تحاول تبي تروح بسرعة ولا التراك يكون شوية مو زين ولا أشياء هذه بس هذه السيارة شفطت التراك كان أحسن التيون نفس تيون الفور 432 ما غيرته تاير يمكن يكون شوية تعبان ما يخالف فاللي صار سوينا الرن هذا شفطت السيارة وايد تضايقت فيت أمس بالليل بطلت اللادر كله قلت لحظة شفت طريقة السسبنشن قلت لا هذه لازم أزيد البايت مالها لأن أوريدي البايت ما كان عاجبني بالبداية بس إنه مو حلو أن السيارة تكون على طريف التشفيط بس إنه يعني قاعد أحاول أحلها بالتيون فقررت امس بالليل قلت لحظة غير السسبنشن كله غيرت سسبنشن زدت البايت زدت الامور هذه كلها عشان نسوي كواليفاينج 2 اليوم بالتسخين خلصت تسخين تكسروا فلاي ويل بولتس
قولت بريكان shit happens. ف الجايات ان شاء الله, بس اهم شيء الفريق يعني مستانسين على السيارة, يعني كومبينيشن جديد وارقامها وايد حلوة تعتبر على سيارة جديدة. اليوم انا مشيت من الحلبة للحين السيارات ما يبغى رقمها, يعني ما شاء الله عليهم. عندنا عبد الله خدادة يا 4.37 ومزر التناك اللي فريق كويتي يا 4.39 و 4.38, فبالعكس ارقامهم وايد حلوة. وراح ينزلون السيارات هذه اصلا بوتنشل مالها وايد اسرع من كذي, يعني هم سياراتهم بيج بلوك تون تيربو. يعني انا اعرف ان هالسيارات كانوا جايبين فور 1 اوريدي بالبحرين, انا قاعد اتكلم السنين اللي فاتت. فراح ينزلون عندهم شويه مشاكل راح يحلونها ما شاء الله عليهم, يعني شقرديه. ف ما اقول الا السنه الجايه ان شاء الله. مثل ما تدرون السنه الجايه الفريق اكبر, يعني عندي خلاص جمعت السيارات اللي انا برمجها, بنكون واقفين كلنا يم بعض عشان لا قاعد اتنقل من مكان لمكان, اركب لابتوب على هذه بعد على هذه بعد على هذه, فكلنا يم بعض وايد احسن. و الله كريم, فالسنه الجايه ان شاء الله بيب البرومود ونشوف شو يصير. يعطيكم العافيه.